انا عايز قبل ما اروح لليوروبا ليج بس اخد منكم كده ايه، انا بحب التاريخ، التاريخ يسجل، فالتاريخ يسجل، احنا لسه في فبراير، فاللعبه اللي جايه دي لعبه توقعات، توقعات من حيث الايه اللي هو الخيال. احنا متفقين كلنا والساده المشاهدين انه الحاله في فبراير غير دلوقتي اكيد، فالله اعلم يعني، بس نلعب يعني. ليفربول ريال مدريد، ريال مدريد ليفربول ماشي، لايبزيج ومانشستر سيتي. على فكره لايبزيج عامل ران كويس قوي في الدوري الالماني، ونكومكو طبعا، وعندهم فيرنر، وعندهم فيرنر فرق معاهم شويه بصراحه، فرقه جامده جدا، بس طبعا مانشستر سيتي اكمل يعني، مانشستر سيتي اكيد اقرب يعني. اصل حتى لو توقعت حاجه تانية وبس تاخد جايزه مليون جنيه، قلت لايبزيج يكسب رهان عالي جدا، تاخد مليون جنيه حقك يعني. كلوب بروج وبنفيكا، بنفيكا طبعا على فكره، بنفيكا مش اقل من سيمي فاينل ان ما كانش هيوصل الفاينل، بس مش كتير قوي. فرقه يا جماعه، فرقه قويه جدا، انا تابعت يعني من واقع مجموعه اليوفنتوس، عجبني رافا لا وجونزالوس راموس طبعا بديل يعني داروين نونس، فرقه بتلعب بديناميكيه كبيره جدا، رافا سيلفا الفينشينج بتاعه هو بيخش كمهاجم تاني جنب راموس، لا لا فرقه ممتازه، وجيرمالدو مش عايزين ننسى، واحد من افضل الباكات الشمال اللي موجوده في اوروبا دلوقتي. كلوب بروج بنفيكا، ولو ان كلوب بروج بدا السنه دي كويس، كسب اول ثلاث مباريات، بعد كده عنده مرتين خسر لاخر مباراه. اي سي ميلان وتوتنهام، اي سي ميلان طبعا دي ليه؟ كونتي، انا كنت بتكلم كتير يعني، هو عشان ما بحبش كونتي بس لا والله بغض النظر عن كده، بس كونتي وصل للمرحله اللي هو ما بعدها ما فيش خلاص يعني. فبدا المستوى في تنازل كبير جدا، ويعني حتى كمان في الدوري في اخر اربع مباريات خسران ثلاث مباريات. اي سي ميلان فرقه فايقه، عندهم دكه بدلاء كويسه، فانا شايف ان اي سي ميلان كمان بالعقليه بتاعته بالمبادره يقدر يعدي من توتنهام، وخصوصا كمان معروف ان كونتي مش مدرب خروج مغلوب خالص. الميلان اقرب، ولو اني شايف ان عوده كونتي لايطاليا مره تانية هو اللي ممكن يصعب الماتش يا كريم، بس هي 50-50، بس اللي اقرب الميلان نظرا للي بيحصل دلوقتي مع ميلان، وان توتنهام من بعد الفاينل بتاع تشامبيونز ليج مع محمد صلاح ليفربول اللي هي كانت من ثلاث سنين ما روحوش اي ادوار اقصائيه، ودي دايما مشكله توتنهام عموما، يا بيلعب في الدوري الانجليزي عدل يا بيلعب في دوري ابطال اوروبا عدل، فاعتقد الاقرب هيبقى الميلان. عظيم جدا. طيب انتراكت فرانكفورت نابولي، مش محتاجه خلاص اكيد نابولي مكتسح اكيد نابولي يعني، انا بالنسبه لي نابولي يمكن من افضل فرق اوروبا السنه دي مع مانشستر سيتي يعني، كتف بكتف يعني. طبعا يعني مفيش فرق، مش غير ماتش واحد بتاع ليفربول، ماتش منوره ولا مكسره الدنيا زي مانشستر سيتي ونابولي. والله بص انا مشجع لليوفنتوس، اتمنى ان نابولي يقدر يفوز عشان الانتر ما ياخدش الدوري. يعني هو اي حد يعني نابولي يستحق الصراحه. دورتموند وتشيلسي، دورتموند يا على طول، تشيلسي وحش قوي. ماشي. انتر وبورتو، مش بالعاطفه، لا والله مش بالعاطفه خالص، لا بس حاسس ان بورتو ممكن يبادر انتر، عاملين سيزن كويس قوي، ومهدي كرامي انتر اللي شفته في ماتش ليفربول يقول لك ان الانتر مش هيفرط فرصه دي، خصوصا ان القرعه اول مره يا كريم تبقى نسبيا كويسه للفرق الايطاليه. السؤال اصعب اخد منك الاجابه الاول، باريس سان جيرمان ولا بايرن؟ بي اس جي. بايرن طبعا يعني بمنتهى بقول لك ايه، ده ثلاث ماتشات كده عكس يعني، ده اكتر اكستريمز انا شايفها، اكتر فرقه مش مديه الكوره حقها قوي في الكوره، وما عندهاش لعيبه ورك ريتس، وبتهين نفسها قوي. على فكره باريس سان جيرمان مع القوه الهجوميه ضربه، بس انا حاسس نص ملعبهم عندهم نواقص كتير جدا في نص الملعب يعني، فيراتي بيقدم مستوى كويس بس على فكره يعني فيراتي هيغيب عن المباراه الاولى عشان تراكم الانذارات، لكن ريناتو سانشيز مع فابيان رويز مش حاسس ان هم مدين التوازن المطلوب في نص الملعب. بايرن ميونخ فرقه ديناميكيه جدا، وجمال نقطه على بي اس جي وبايرن ميونخ، هوبا بيتكلم طبعا في نص ملعب بتاع بي اس جي مش بقوه طبعا نص ملعب بايرن ميونخ، وهتبقى مشكله كبيره جدا في التحولات، ولكن يا كريم انا دايما بقول الثلاثه اللي قدام ممكن طول الماتش يلعب كومباكت، وهي كوره واحده بس هيروح بيها ميسي، هيروح بيها نيمار، دايما يا كريم بيعملوا حاجه غريبه. انت لو خلقت لهم 3 على 3 كوره جون، هي دي القصه كلها، في ان انت ما تسيبش الفرصه للبي اس جي. فانا بقول لك دايما في لحظات ابداعيه بتطلع من لعيبه بي اس جي، هي دي بس اللي ممكن تكون مشكله وتتخلص على اي فريق. عايز اقول لكم ملحوظه حلوه يعني، مش ملحوظه يعني، دي حاجه العالم كله يتحدث عنها يعني، بس فكره ان اربع فرق المان موجودين في دور ال 16 دي عوده للقوه الالمانيه، والدوري الالماني السنه دي كمان دوري مولع جدا، واندر ريتد جدا الدوري الالماني، الناس مش بتتفرج عليه. لايبزيج وانتراخت فرانكفورت وبروسيا وبايرن، سواء بايرن سايبهم يلعبوا
زي كل سنه يعني. ما هو بتلاقي لغايه الاسبوع ال 15 16 كده الفرق ما بين الاول والسابع 3 نقط مثلا. يونيون برلين امبارح اول امبارح ولا امبارح امبارح هيرتا برلين لا يونيون برلين غلب 5 من ليفركوزن. ايوه ايوه كان بايرن ميونخ وهيرتا برلين 3-2 يعني. طيب ومعنا هو ترتيب الدوري الالماني على الكلام اللي احنا كنا بنقوله يعني. هو الفرق اهو فرق نقطه من كل فرقه نقطه الاول والخامس 5 نقط حاجه 4 5 ماتشات كده بيلعبوا شويه.